إلى شرق أوكرانيا، حيث خرق المسلحون الموالون لروسيا هدنة وقف إطلاق النار والتي تم التوصل إليها في مجموعة الاتصال الثلاثية. وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأوكرانية أن المسلحين قصفوا في الساعة 10 صباحا بلدة كريمسكي بإقليم لوهانسك. كما أفاد المتحدث العسكري بأن 4 جنود أوكرانيين أصيبوا بجروح جراء القصف، مضيفا بأنه لم تسجل خسائر في الأرواح في صفوف الجيش الأوكراني. قصفت قوات الاحتلال الروسية المواقع الأوكرانية 18 مرة، مستخدمة الأسلحة الثقيلة المحظورة 14 مرة. كما قام العدو بإطلاق 10 قذائف مدفعية من عيار 152 ملم، وأطلق 109 قذائف هاون من عيار 122 ملم، بالإضافة إلى الصواريخ المضادة للدبابات.